إن كان التساؤل قبل الفاصل يا أستاذ محمد، استراتيجية بنك مصر للتوسع في الخارج وخاصة القارة الإفريقية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما قلنا ده من أهم 5 بنود في الاستراتيجية. الاستراتيجية دي احنا وضعناها سنة 2019 ولمدة 5 سنين بأرقام، ولسه كنا مقدمين موازنة للبنك المركزي وأشاد الحمد لله بنجاحات بنك مصر. من ضمن الاستراتيجية 5 أهداف، الهدف الأخير هو التواجد العالمي وبوابة أفريقيا. احنا رحنا فتحنا في الصين وفتحنا في روسيا وفتحنا في إيطاليا وفتحنا في جنوب كوريا الجنوبية، وأصلا عندنا تواجد في الإمارات طبعا، وعندنا إدارة متخصصة، وعندنا في فرنسا، وعندنا في ألمانيا، وعندنا في لبنان. ده بالنسبة للتواجد الوضع الراهن أو أفريقيا. اللي تم في فترة أفريقيا عندنا في ساحل العاج في كوت ديفوار، وبنحولها من مكتب تمثيل لفرع، لأن هناك جالية كبيرة جدا من اللبنانيين بالذات اللبنانيين، وإحنا عندنا بنك طبعا في لبنان، فبنحول المكتب التمثيل لفرع. عندنا خطة قدمناها للبنك المركزي إن إحنا عاوزين نتواجد في من 13 ل 15 دولة في أفريقيا، محددينهم. وبدأنا في فعلا أخذنا موافقات من البنك. أهم هذه الدول هنبدأ حاليا، خلاص قدمنا في الصومال، هنفتح فرع في الصومال، وقدمنا في كينيا، وقدمنا وتنزانيا، وكل عندنا خطة كل ما نخلص 3 فروع تدخلوا نخش في اللي بعديه، وعندنا خطة في خلال السنوات القادمة نتواجد في 15 دولة. ليه؟ أفريقيا دي مهمة جدا، وفي دول زي الصين دخلت أفريقيا. ما ينفعش مصر تبقى دولة وكان لها طول عمرها الريادة في أفريقيا، ما ينفعش إنها ما تتواجدش. إزاي ممكن هذه الفروع أو المؤسسات التابعة اللي ممكن يفتحها بنك مصر أو مكاتب التمثيل في الدول الأفريقية تخدم حركة التبادل التجاري وتوطيد العلاقات الاقتصادية ما بين الدولتين؟ ده هدف أساسي لنا في الأماكن دي، لأن إحنا عارفين أهمية هذه الأماكن والسلع اللي ممكن يستفيد بها الطرفين والتبادل التجاري اللي يحدث. عشان كده إحنا هدفنا إن إحنا نتواجد في الدول دي. إحنا عندنا وبعدين على فكرة ما نتواجدش كده اعتباطا ان احنا عاوزين نفتح وخلاص، لا، ده عندنا مؤسسة متعاقدين معاها بتدرس هذه المناطق وبتقول الدول، بتدرس هذه الدول وبتقول لنا الاستفادة منها ايه، وهتفيد مصر ايه، وهتفيدهم هم كأفريقيا ازاي. وبعدين بالإضافة ان احنا في شركة بتؤسس بين البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة مع قطاع الأعمال العام لتشجيع عملية التجارة بين أفريقيا وبين مصر والتصدير. أعتقد مع فتح 15 فرع في الدول الأفريقية بخلاف كمية الفروع الكتيرة اللي عند بنك مصر، يبقى هو صاحب أكبر شبكة فروع خارجية كبنك موجود بيشتغل في بنك مصر يعني. إن شاء الله. وبعدين إحنا دايما هدفنا لو البنك الأهلي متواجد في مكان مش لازم إحنا نتواجد فيه، وإحنا والعكس صحيح، يعني في توافق بيننا وبين البنك الأهلي. يعني البنك الأهلي موجود في نيويورك، احنا موجودين في فرنسا، هو موجود في لندن، احنا موجودين في المانيا، فهو موجود في السودان، فاحنا مش لازم نتواجد في السودان حاليا، اتواجد في دول انا ما فيش تواجد. مصر محتاجه ما يبقاش في بنك الاهلي وبنك مصر. فكره التكامل يعني. التكامل.